في تونس شهدت جلسة للبرلمان التونسي كانت مخصصة لمناقشة السياسة الخارجية لا سيما تجاه ليبيا، خلافات وسجالات بين عدد من النواب أدت إلى رفع الجلسة قبل أن تعود لتستأنف لاحقا. وقبيل انطلاق الجلسة أكدت النائبة عبير موسى أنها ستكشف عن تعمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تعمده تنفيذ الأجندة الإخوانية، مؤكدة أن العديد من النواب تعهدوا بالإمضاء على عريضة سحب الثقة منه. كما بيّنت النائبة أن مطلب تنحية الغنوشي لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب، بل أصبح مطلبا شعبيا، مشيرة إلى أن أكثر من 150 ألف مواطن وقعوا على عريضة سحب الثقة منه. مجلس نواب الشعب، الشعب اليوم يحب يثور على البرلمان ويحب يغير البرلمان. انا باش نكون من اولهم، انا نغير. اسكت، كلمتك انت، اسكت انت، كيفاش كنت دار بيك اليوم المكتب الشعب؟ اي معقول مش معقول. شكرا سيد الرئيس. انا نحب نذكر زملائي انه الثلاثه دقائق اللي زبنا ناخذوهم هذه الإجراءات. نعم. وجاء طلب حزب تونسي إلى البرلمان لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيسه راشد الغنوشي حول فحوى تحركاته الخفية واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة مع تركيا وتنظيم الإخوان في ليبيا، والتي تعتبر مخالفة للأعراف الدبلوماسية للدولة التونسية.